الرجل من كونكتيكات يعنف أسرته وتقتله الشرطة. الذي ترونه في الصورة هو الزوج كريستوفر أندرو البالغ 51 عاما، يقف برفقة زوجته كاثلين وأولاده الثلاثة، والذي هجم عليهم في صباح 16 من شباط الجاري. وقعت الحادثة في منزل الأسرة في فايرفيلد ولاية كونكتيكات. وتقول التقارير بأن أندرو هجم على زوجته أولا طعنا بالسكين وضربا بالهراوة على وجهها، ليهجم بعدها على ابنه البالغ 12 عاما. عندما حاول أندرو المجنون أن يطعن ابنته البالغة 13 عاما، كانت البنت قادرة على تفاديه والهرب بعيدا. استطاع أخيرا ابنه البالغ 15 عاما أن يسحب من يده مضرب البيسبول عندما حاول أندرو أن يضربه به. لدى وصول الشرطة كان أندرو ما يزال يحمل السكين. حاول الضابط المسؤول إقناعه برميها، لكن الأخير أبى واستمر بالتقدم نحوه، فما كان من الضابط سوى أن رماه برصاصة أصابته. تم نقل أندرو إلى مستشفى بريدجبورت حيث أعلن لاحقا عن وفاته. كما نقلت زوجته كاثين إلى نفس المستشفى وهي في وضع حرج صحيا. كما نقل الإسعاف الولد الأصغر جوا إلى مستشفى يال نيو هيفن ووضعه الصحي حرج للغاية. والولدين الآخرين يمكثان في مستشفى سان فينسن. ولم تعرف الشرطة حتى الآن السبب وراء نوبة العنف التي ضربت أندرو، فسجله الجنائي بحسب الشرطة نظيف.